عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى متنوع، في حاجات حلوة قوي هتعجبكم باذن الله، وفي يعني كم حاجة كده ان شاء الله هنعملها مع بعض. النهاردة هنرقد مع بعض الفرخة، عشان الناس كتير سألت ازاي ارقد الفرخة بتاعتي. ان شاء الله يا جماعة النهاردة هنرقد مع بعض الفرخة، تمام، وهنرقد برضو مع بعض الرومية بتاعتنا. فاحنا كده مبدئيا هنعمل ايه؟ هنعلف الطيور بتاعتنا، وبعد ما نعلف هنعمل ايه؟ هنعمل لايك للفيديو كده. عايزه لايكات كتير يا جماعه للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات علشان ناس كتير تشوفه. اللايكات يا جماعه بتخلي الفيديو يتشاف وناس كتير تستفيد من المعلومات اللي احنا بنقولها، تمام. ازاي هنرقد الفرخه بتاعتنا النهارده؟ هنعمل الفيديو قدامكم عملي زي ما انتم شايفين كده، وبرده الروم باذن الله هنرقده برده مع بعض. تعالوا بقى كده نعلف الطيور بتاعتنا زي ما انتم شايفين. نحطلهم الاكل ونحطلهم بقى الميه بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. انا بعلف الطيور عندي بالطاقه، ما بسيبش الاكل قدامهم ليل ونهار، عشان في ناس بتقول انا بسيب قدامهم الاكل ليل ونهار، وبعد ذلك ببص الاقي الطيور عندي خفيفه وصايمه على الاكل وما بتاكلش. وهو ده السبب يا جماعه، الطيور بتزهد من كتر الاكل قدامها. شوفوا كده لما بتحط البني ادم اكل ليل ونهار وتسيب الاكل قدامه ليل ونهار بيزهق ويقرف منه. هي نفس الشيء برضو الطيور عندنا. فالافضل علشان توفري علف وتوفري وتخلي الطيور معاكي تشيل وزن كويس، تعملي ايه؟ ناكل الطيور عندنا بالطاقه، يعني بنلفهم مره الصبح وبنرجع العصر نلفهم مره. لو كان عندك الدور ولا حاجه، شويه خضار ولا حاجه، بتحط لهم شويه خضار يرطب على قلبهم كده ايه في الصيف ولا حاجه، تمام. فتعالوا بقى كده نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الفرخه بتاعتنا اللي عايزه ترقد وهنرقدها. تعالوا بقى كده يا جماعه نشوف مع بعض ازاي هنرقد الفرخه بتاعتنا، علشان الناس اللي هي بتسال دايما كتير بلاقي بتقول لهم شيماء انا عايزه ارقد الفرخه. انا هقول لكم على السر يا جماعه اللي انت ازاي ترقد الفرخه بتاعتك. اولا انا جايبه لها جردل اهوت، لان الجردل ده محبوك يا دوبك على قده، ما ينفعش ان انا احط لهم في عديه واسعه واقوم جايبه الفرخه وحاطه فيها. اي حاجه كده يكون يعني مستنى كده ولا حاجه وبتقلها، يا اما تحط في قلب الجردل من تحت نص قلب طوب، يا اما حط رخام، اي حاجه تقل الوزن معاكي علشان ما فيش حاجه توقع الجردل او الفرخه وهي قايمه ولا حاجه تقوم مطوحاها على جنب كده، لا. فانا طبعا حطيت كان عندي حيطان رخام تقل كده، حطيتهم تحت في الارضيه خالص ورحت فرشه القش عشان اعلي. ما ينفعش ان انا اغطس الفرخه تحت خالص كده، لا، علت لي. وفوق كده على الوش رحت حاطه لهم شويه نشاره زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى كده هنرص البيض مع بعض، نسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الفرخه دي، ده طبعا الجردل اللي الفراخ عندي بتبيض فيه. هي بقى لها اسبوع بتنام نفس النومه دي كده، ما بتقومش، كل ما باجي اقومها بتقوم راجعه ونايمه تاني زي ما انتم شايفين كده. في الوقت دوت تعرفي بقى ان الفرخه هترقد عندك. لو انت حسيت ان هي بتعمل صوت كده، يعني بترق ولا حاجه وبتعمل صوت، اعرفي ان الفرخه ديت هتنام وعايزه ترقد. ما عملتش اصبر عليها اسبوع ولا حاجه، لان هي ممكن انت تجهزي لها بيض وبعد اسبوع ولا حاجه تقوم قايمه وسايبه البيض. فانا دلوقتي هقومها، لان ده الجردل دوت اللي الفراخ عنده بتبيض فيه. هقومها وهشيل البيض وهرصه لها في الجردل اللي انا جهزته لها دوت، تمام. شايفين حتى الصوت بتاعها اهو، انا بحاول اقومها وهي مش عايزه تقوم خالص، اهي نايمه خالص. انا دلوقتي هسيبها وتعالوا بقى كده نرص البيض مع بعض. زي ما انتم شايفين ده انا جبت شلت الفرخه خالص اهيت، وهجيب لها بقى المكان الجديد اللي هي هتنام فيه. زي ما انتم شايفين كده ظبطوا لها، لازم اهم حاجه تظبطي لها المكان. وهنبدا بقى نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرص البيض. ده طبعا يا جماعه يعني على حسب حجم الفرخه عندي. الفرخه اللي انتم شايفينها ديت دي فرخه بلديه، فانا يعني مش هحط لها كتير ولا حاجه. انا لما كان عندي بينام فرخه مهجنه ولا حاجه كنت ما شاء الله بحط لها بق كتير، انما ديت عشان حجمها قليل فانا هحط لها يعني ايه حاجه بسيطه كده بس على قد دي. ما يعني شكلها برضه هنا اتكسره بيض، او في لان في بيض مكسور هنا اهوت منهم الفراخ برضو جرها. ده كده يا جماعه حطينا لها البيض بتاعها اهوت. يمكن هي حتى يعني الفراخ هو بس متوسخ شويه علشان الفراخ بقى تطلع فوقه اهو، فاحنا علشان هي بس نامت عليه، لان كل ما بقومها بترجع تنام تاني. فانا لما لقيتها نايمه ومش عايزه تقوم فقلت خلاص بقى احطها انامها على البيض اهو،
يعني هما بتقلي مش عارفه هما كام بيضه بالظبط، 2 4 6 8 10 12 14 16 18، هما شكلهم كده 19 بيضه تهيألي كده، بس هو يعني البيض صغير شويه بس مش مشكله، هنقيمها برضو عليه. إيه تطلع تطلعه مش مشكله، اللي هو كده ماشي يطلع واللي مش كده خلاص، بس احنا اهم حاجه معانا ما نكترش قوي، لان تبع حجم الفرخه زي ما قلت لكم. إيه لو الفرخه قليله، لان الفرخه دي يا جماعه اللي هتنام دي فرخه بلديه، لو الفرخه قليله ما تحاولي ما تكترلهاش، يا دوبك ده يعني يعتبر حلو قوي ليها كده. تعالوا بقى نجيب الفرخه ونحطها تاني وتروح. ده كده يا جماعه انا رصته وحطه في نفس المكان اهوت، وده الفرخه انا هسيبها بقى، هي ممكن ما تنامش دلوقتي ولا حاجه اهي، بس انا هسيبها عليه اهي، هي هتقوم بقى تاكل وتشرب وتعدي ترجع تنام عليه تاني، لان هي دلوقتي خافت لان انا يعني غيرت لها المكان. وعلى فكره مش مشكله خالص لو هي رايحه على بيض البط هي تنام عليه، على بسك من انا واقفه بصور هي خايفه نطت عند الرمل. ده كده هي وقفت على البيضة اهي، ده بقى يا جماعة الرومية اللي نامت زي ما انتم شايفين كده، ده لما خلصت البيض خالص راحت نايمة، نامت في العادية ديت انا قلت خلاص نايمة، لان هما كانوا بيفوضوا هنا والعادية دي على البوكس، زي برضو ما الفرخة نامت على البيض بتاع الفراخ برضو نفس المكان على البوكس، فانا برضو هنامها في نفس المكان مش هشيلها ولا هاجي يمد، بس اللي انا هعمله ان انا هظبط البيض بس تحتها، لان البيض كده انا حاسه ان هو مفرق، هنظبطه برضو تحتها علشان تنام وتطلع لي برضو البيض ايه يبقى كويس، ما ينفعش ان انا اسيبه واحده تبرد وواحده تبقى تحتها، لا يبقى متفرق كده شمال ويمين، لا برضو هنظبط لها البيض بتاعها نشيلها كده ونظبط. هي خايفه برضو، شوف عماله تنفش الرش بتاعها ازاي وعماله تعمل ببقها، لان هي خايفه، لان انا بصور عندها وخايفه، فانا هشيلها لغايه ما اظبط لها المكان، وبعد كده ان شاء الله هنقيمها تاني. دي يا جماعه بقى اهيت، انا هشيلها خالص، شايفين بقى الصوت، شو بتعمل صوت ازاي، هي خايفه برضو تقوم، لان بسم الله ما شاء الله نايمه على كميه كبيره من ال، شايفين كميه رومه قد ايه، بسم الله ما شاء الله بيض رومي. انا هوقفها كده اهوت، الفرخه رجعت نامت تاني اهي اهي، هي كانت خايفة رجعت نامت، رجعت تقف على المكان تاني اهي، وهتنام على البيض بتاعها بقى في نفس المكان. وعلى فكرة يا جماعة أي حد يقول لكم إزاي ترقدي بيض الفراخ أو ترقدي فرخة، بيتهيألي ما تصدقوش، لأن أنا فعلا يعني التجربة ديت ما فلحتش. أي حد يقول لكم تعالى أقول لكم إزاي هترقدي بيض الفرخة، ما تصدقوش، لأن الفرخة عندي ما بتيجي تنام بتنام لوحدها، ما فيش حاجة يعني اسمها هنحط الفرخة كذا عشان تنام أو الكلام ده كلاته، لا يعني دي يعتبر عن تجربة، ما فيش فرخة بتنام على البيض غصب عنها، لازم تكون الفرخة بترق، لازم الفرخة هي ترق، عند ما تلاقيها ترق ونايمة كده حوالي 3 4 أيام أو أسبوع مش عايزة تقوم المكان، أعرف إن هي خلاص عايزة تنام، إنما ما فيش حاجة اسمها إن إحنا بنرقد الفرخة غصب عنها، لازم هي تنام برضاها على البيض علشان ما تقومش وتبوظ لك البيض، ممكن أنت تحبسيها ولا حاجة أو تسيبيها، ممكن تقعديها يوم يومين ثلاثة لغاية ما تحس ان البيض دمن بقى، وممكن يا اما هتكسر البيض يا اما هتطفش وتسيب البيض، تمام؟ فما فيش حد اسمها يعني قلت ان احنا بنرقد الفرخة غصب عنها على البيض ولا حاجة. فده يا جماعة بقى الفرخة زي ما انتم شايفين اهي، ده انا غيرت لها القش من تحتها خالص، وشلت يعني انا اعتبر اصلا شلت الجردل من اساسه اللي هي كانت نايمة فيه، لان ده كان بتاع البيض بتاع الفراخ، جبت لها جردل تاني وفرشت لها فقش زي ما انتم شايفين ونعمتها وسبتها زي ما كانت، وممكن انت تنقلها في مكان تاني عادي خالص، يعني لان الفراخ تختلف عن البط، البط لو جه خلاص بط ونتف ونقلتيه من مكان تاني مش هينام، عمره ما ينام، انما الفراخ تختلف عن البط خالص، حتى الرمة كمان عادي يعني، تمام؟ ده كده خلاص يا جماعه، انا حبيت ان انا اعمل بس قدامكم علشان ايه برضو يعني في ناس كتير تعرف الكلام اللي احنا بنقوله، وتعرف ان مفيش فرخه ان هي اسمها اصلا بتنام لوحدها او الكلام ده كلته، واحنا عملنا كل حاجه قدامكم اهوت، وان شاء الله في الحلقه الجايه هنعمل برضو معاكم بيض الرومي، وهنظبط لهم المكان برضو مع بعض كده، وان شاء الله تشوفوا معايا كل حاجه. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.